تعد المدارس لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب من فصول الامتحانات. هنا في آتيا رحب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بارتياح كبير برفع تعليق الدروس التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إلى 25 يوليو الجاري. ومع ذلك فإن التدابير العملية التي يجب اتخاذها للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا في المدارس مدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي دعت إليه محافظة محافظة البطحة الغربية فاطمة بكركوسي مع المسؤولين بمفتشية التربية الوطنية بالبطحة الغربية ومسؤولي المؤسسات التعليمية لمدينة آتيا. الرئيس قال يوم 25 ده القراية تبدأ ومنه كلمنا أنينا هيني في بطاء وسط ده أنينا جاهزين لنقول منا الجاهزين ده ما نقول كيف جاهزين وده يدور كونتريبيوشن حنا طول ما انا انين هيني الاوتوريتي لكن هذا وقال مفتش التربية الوطنية بالبطحة الغربية يعقوب إبراهيم إن المفتشية جاهزة لاستئناف الأنشطة، لكنه طلب من الفنيين تقييم الاحتياجات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من أجل تقديمها إلى السلطات المختصة. المشكلة الكبرى التي أثارها مدير ثانوية أصيل أحمد غبش ومدراء المدارس الآخرون فإن العديد من المعلمين قد سافروا منذ تعليق الدراسة ويبدو أن عودتهم معقدة بسبب حظر السفر من وإلى الولايات، وعليه طلب من السلطات المحلية العمل على عودة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم. يأتي هذا الحديث الصحفي بهدف إخطار الرأي الوطني والدولي عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى ولاية إند الشرقة، وذلك بتاريخ الأربعاء 3 يونيو 2020 بقرية سيرجي على بعد 6 كيلومتر غرب بهاي. المصاب قادم من مدينة طينة بمقاطعة كوبي. فمنذ الكشف عن هذه الحالة فإن المندوبية الصحية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة فيما يخص علاج وحجر المريض وأقاربه. في الوقت الراهن فإن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو المواطنين بولاية إند الشرقة إلى احترام التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، والتي بتطبيقها نستطيع جميعا الوقوف في وجه كوفيد-19. ومن جانبي فإني أعتمد على تفهمكم للقرارات التي أصدرتها الحكومة. مع تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بولاية إند الشرقة وذلك بمدينة بهاي في 3 يونيو الجاري، زار والي ولاية إند الشرقة غربوجين مدير جاكوب برفقة المندوب الصحي وعدد من معاونيه مستشفى بهاي التي تبعد حوالي 80 كيلومتر جنوب مدينة أمجرس. الزيارة جاءت بهدف تفقد حالة المصاب والاطمئنان عليه، والتي وجدها الوالي مستقرة لا تثير أي مخاوف تذكر بعد خضوعه للعلاج بالمستشفى. والي ولاية إند الشرق أعطى تعليمات صارمة للعناية بالمصاب وحجز جميع أقاربه وكذلك كل من احتك به بالقرية. من ثم سلمت منظمة هس إير للوالي أقنعة ومعدات وقائية بغية توزيعها على المواطنين ببهايم. عقب ذلك عقد الوالي اجتماعا مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية، حثهم فيه إلى احترام القرارات الاحترازية وتكثيف التوعية داخل المدينة وفي القرى التابعة لبهايم. شركة سوجيت تشاد التي تقوم بجهود مقدرة في مكافحة كوفيد-19 بولاية إند الشرق منذ أسابيع هي الأخرى رافقت الوالي إلى بهاي وقدمت معدات وقائية كالكمامات والصابون والمواد المعقمة للمواطنين. جرت العملية بسوق بهاي وقد استفاد منها عدد لا بأس به من التجار والمواطنين والذين أثنوا على هذه المبادرة التي تقوم بها سوجيت تشاد في إطار مكافحة الفيروس العاجي بولاية إند الشرق. بعد أسبوع من إطلاق الحملة الزراعية رسميا للعام 2020-2021 من قبل الوزيرة المكلفة بالزراعة
قام حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو بإطلاق الحملة الزراعية بمنطقة شبكة التي تبعد بحوالي 8 كيلومتر من مدينة مصورو. هذا وبعد تحديد مهمة الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية أنادير، تحدث مسؤول فرع الوكالة بالمنطقة الوسطى الغربية إيسا محمد صالح عن دور المنتجين الزراعيين. أيها الإخوة والأخوات، بالأمس شاهدنا على شاشات التلفاز جنودنا البواسل حماة الوطن من الهندسة العسكرية وهم يزرعون عشرات الهكتارات في منطقة البحيرة. بجانب مهامهم في هذه المنطقة من استبداد الأمن وحفاظ للأرواح وممتلكات الشعب، حيث أن نفوسهم الأبية أبت إلا أن تشارك في هذه الحملة الزراعية لأهميتها أولا ولاستجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية ثانيا. أيها الإخوة والأخوات، أن الوكالة الوطنية للتنمية الريفية أنادير تتأهد بهذا الموسم الزراعي 2020 تحت شعار تحديث الزراعة الحديثة بالتقديم والتوفير كل المساعدات الممكنة بشتى أنواعها للمزارعين في سبيل دعم جهودهم. مندوب الولائي للزراعة بولاية بحر الغزال لوكوسي دريمي جابور أكد أن الزراعة هي أساس قوي لدعم الاقتصاد ودعا التشاديين لفلاحة الأرض للقضاء على الجوع مع حلول عام 2030 طبقا لرؤية رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو. في خطابه بمناسبة إطلاق الحملة الزراعية أشار حاكم ولاية بحر الغزال رمضان إردبو، أشار إلى أن المنطقة الساحلية الصحراوية تمتلك مقومات زراعية كبيرة، لذا دعا رمضان إردبو المنتجين الزراعيين إلى التحلي بالمسؤولية واستغلال الأراضي الزراعية، لأن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المحلي ويوليها فخامة رئيس الجمهورية أهمية قصوى. وقدم الحاكم مساعدات وإمكانيات للمنتجين الزراعيين بالولاية تتمثل في حراسات وبذور وأسمدة، وجاءت هذه الإمكانيات بتوجيهات من رئيس الجمهورية بهدف الحصول على إنتاج زراعي وفير خلال هذه الحملة الزراعية. الزيارات شملت كل من محافظة وارا والمركز الريفي لمدينة تبشة، حيث عقد لقاء مع محافظ وارا أحمد آدم. أكد المحافظ أن المحافظة لها عدة مشاكل، منها توفير المياه الصالحة للشرب ونقص في الآلات الزراعية وزيادة المراكز الصحية. أما مسؤول مركز البشر الريفي مكي أحمد كبار فقد أكد أن المركز شهد استقرارا وهدوءا جراء النزاعات المؤسفة التي شهدتها الولاية، مؤكدا رغم سعة المركز الريفي إلا أن الاستقرار والتعايش السلمي هي السمة لدى السكان. من ناحيته أكد الجنرال إبراهيم سعيد محمد أن زيارته تفقدية ومعرفة كل الحقائق عن قرب، وأوضح أن كل المطالب ستدرس وسترفع إلى السلطات العليا بالبلاد. كما توجه موكب الوالي إلى بلدية مدينة تبشة، حيث استقبل من قبل عمدة البلدية محمد صالح أحمد آدم عن عدة مطالب ومشكلات تعاني منها البلدية، مثل توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين وإنارة المدينة وعدم تجاوب المواطنين مع البلدية في نقل الأوساخ وتنظيف المدينة. والي ولاية والدي أكد للعمدة أن هذه المشكلات سوف نناقشها سويا الواحدة تلو الأخرى وسنتوصل إلى حل لها. طبقا للمرسوم الرئاسي 0686 الصادر بتاريخ 20 من ابريل لعام 2020 والذي يقضي بموجبه تعيين جيبو غوتو سيليستين عين كمندوب لوزارة الشباب والرياضة وترقية العمل بولاية سيلا، وذلك خلفا للمندوب السابق بشار عيسى السماع الذي كلف بمهام المندوبية حينما كانت مندمجة بمندوبية التعليم والشباب حين الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. هذا وقد عدد مندوب وزارة التعليم والشباب بشار عيسى السماح أسباب الاندماج بين المندوبيتين
وما كلله من إنجاز في تلك الفترة الماضية، حثنا المندوب الجديد أن يكرس جهده من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الشباب والسعي وراءهم لدمجهم في بوتقة واحدة لخدمة الوطن والولاية. من جانبه محافظ محافظة كيميتي آدم حسن فضة ممثلا لوالي ولاية سيلا مشيدا بالدور الذي أداه المندوب السابق في إطار تكوين قدرات الشباب، مبينا في حديثه مكانة الشباب في البلاد وخصوصا في ظل الجمهورية الرابعة، بحيث أن صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو سخر كل الإمكانيات لهم بهدف المساهمة في التنمية الشاملة على المستوى الوطني والمحلي. وبدوره مندوب وزارة الشباب والرياضة وترقية العمل بولاية سيلا الجديد جيبوغوتو سيليستين مبديا استعداده التام من أجل مصلحة الشباب، ويعمل جاهدا من أجل مواجهة والتصدي أمام جائحة كوفيد-19 بالولاية. هذا وقد قدمت له التهاني والتبريكات من قبل الحضور وفقا للضوابط والشروط والقرارات الحكومية والصحية.